صباح الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم في كل مكان. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة في قراءة تحليلية لأهم الأخبار والصحف النهاردة الجمعة 15 ديسمبر ضيفي وضيفكم الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي. صباح الفل أستاذ بلال، منورنا في صباح البلد. صباح الفل يا أستاذة، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وانا سعيد جدا ان مع حضرتك. اشكرك استاذ بلال، ويمكن انا برضو باشيد بتاريخك المهني. اشكرك في طبعا في تقريرك اللطيف في محاكمه القرن. أشكرك. يمكن انا كنت من مشاهدينك يعني. اشكرك استاذ بلال، يعني شرف لينا اكيد متابعه حضرتك. وقناه صدى البلد كانت محاكمه القرن فيها علامه فارقه يعني انفراد الحقيقه، لان انفراد للقناه وانفراد لحضرتك وانفراد لزميلنا الاستاذ احمد موسى. طبعا بكل تاكيد طبعا، ويعني كل التوفيق لكل الزملاء العاملين في قناه صدى البلد. استاذ بلال، النهارده عندنا مجموعه من الاخبار المتنوعه، ولعل البدايه من العلاقات المصريه البحرينيه التي شهدت قوه وصلابه على مدار التسع سنوات السابقه، حيث نستهل جولتنا الإخبارية مع حضراتكم بهذا الخبر. حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استهل الاتصال بتجديد التهنئة لمملكة البحرين الشقيقة شعبا وقيادة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية، متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المطرد في العلاقات، مؤكدين على أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات. كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. أستاذ بلال، ونحن نتحدث ألف سلامة على حضرتك الأول، ونحن نتحدث عن العلاقات المصرية البحرينية، بنتحدث عن علاقات تتسم بالقوة والصلابة، وبتأتي في إطار زيارة الحقيقة زيارات متبادلة لقيادات البلدين. أيضا بنتحدث إن في هناك توافق للرؤى إزاء معظم قضايا المنطقة، ويكفي إن احنا نقول إن مملكة البحرين هي من أوائل الدول التي دعمت وأيدت ثورة 30 يونيو المجيدة، وبتحتل المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، وهناك تدريبات مشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أهمية هذا الاتصال في هذا التوقيت في ظل منطقة تموج بالتحديات أستاذ بلال. نتكلم عن السياسة الخارجية المصرية، سياسة حكيمة، علاقات مصر الدولية علاقات ممتازة. قدرت مصر نتيجة رؤى الدولة المصرية، قدرت أن هي تضع خطوط عريضة في تعاملاتها الخارجية مع جميع الدول، سواء كانت الدول العربية أو الدول الأوروبية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الدول الأفريقية. يبقى بنتكلم عن البحرين، دولة عربية شقيقة وقفت مع مصر وقفة لا يمكن أبدا إنكارها في ثورة 30 يونيو. مصر والسعودية والإمارات والبحرين شكلوا دول الرباع العربي في مكافحة الإرهاب خلال فترة معينة من 2014 ل 2019. صحيح. المملكة البحرين مصر في الفترة اللي احنا عايشين فيها دي بتحاول تنقل وجهة نظرها اللي من وجهة نظري الصائبة تجاه القضية الفلسطينية، بتحاول تعمل مصر تكتل عربي وأوروبي وعالمي لمجابهة التصرفات الغاشمة من الاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه لابد أن تكون مصر ليها تحالفات في وجهة نظرها. قدرت مصر، طب هل مصر قدرت تعمل كده؟ نعم. طب قدرت ازاي؟ قدرت ان هي تقنع الحلفاء والاعداء كمان بوجهه نظرها. صحيح، ده شايفينه في قطاع غزه دلوقتي وما يحدث في قصه التهجير وغيره. مصر بتقول ايه؟ مصر بتقول ايه؟ مصر بتقول وقف العنف، تقديم مساعدات،
الجلوس على على مائده المفاوضات، وقبل كل الثلاث مطالب دول واحد، حل للدولتين واقامه دوله فلسطينيه مستقله على حدود ما قبل 5 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. طيب في دوله في العالم بتقول الكلام ده؟ كله بينسى الكلام ده. مصر الدوله الوحيده التي تقع على عاتقها حمايه القضيه الفلسطينيه من الاساس. وبالتالي احنا بنقول نرفض التهجير ونرفض التصفيه وبنقنع العالم. يعني يكفي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه في كوب 28 في دبي التقى بكمالا هاريس نائبه الرئيس الامريكي واقنعها بوجهه النظر المصريه، واصدر البيت الابيض بيان في ساعتها اكد بان كمالا هاريس التقت بالرئيس السيسي واقتنعت بوجهه نظره واعلنت عن رفض التهجير. ودلوقتي الغرب كله متبني هذه الفكره. ماكرون الرئيس الفرنسي كانت مصر الاول كان واقف في مصاف الولايات المتحده الامريكيه الداعمه ل الاحتلال فيما يقوم به من اعتداءات على غزه. في مجلس الامن ماكرون صوت لوقف اطلاق النار نتيجه الجهود المصريه ووجود سامح شكري ولقائه بالرئيس السيسي، وثانيا لقاء سامح شكري في باريس خلال المؤتمر التي دعت اليه فرنسا واكد على وجهه النظر المصريه. في سبيل تحقيق وجهه النظر المصريه مصر ليها نشاطات، ومن اهم النشاطات لقاء الاتصال التليفوني مع ملك البحرين من اجل نشر وجهه النظر المصريه. ليه؟ لان احنا كلنا محتاجين نقول ان مش مصر بس بتقف مع فلسطين، ده العرب كلهم، ده الدول العرب، ده الانسانيه تجمع، ده اصحاب الحق والعدل والضمير الانساني كلهم متبنين وجهه نظر مصر. طيب هل دول بس؟ لا، مصر حينما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 6 بنود تتبناها مصر لحمايه القضيه الفلسطينيه ووقف العدوان الاسرائيلي، تبنى أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة وجهة النظر المصرية وأعلنها 3 مرات في الأمم المتحدة، من ضمنهم مرة في مجلس الأمن حينما أكد على ملاحظاته لوقف العنف. قال إيه جوتيرش؟ قال نفس الكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي قاله في مؤتمر القاهرة للسلام الذي أقيم في العاصمة الإدارية في 21 أكتوبر. طيب يبقى ده مش جوتيرش بس، خلي بالك ده جريفس وكيل الامين العام لشؤون الاغاثه قال نفس كلام مصر. ليه؟ صحيح. لان مصر لما جوتيرش جه مصر التقى الرئيس السيسي والتقى وزير الخارجيه سامح شكري وذهب الى العريش واستقبل المساعدات وذهب الى معبر رفح. مصر قالت للعالم، رئيس وزراء اسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا والعديد من الدول تبنت الحقيقه وجهه النظر المصريه، يعني كله تبنى وجهه. فاذا مصر بتبحث عن رأي عام عالمي من أجل الوقوف مع القضية الفلسطينية. طيب العلاقات بقى البحرينية، ده العلاقات البحرينية ممتدة جدا. البحرين لديها يعني بعض الأموال الموجودة في البنك المركزي دعم الاقتصاد المصري، في استثمارات جامدة جدا جدا بين مصر والبحرين. في علاقات أهم من ده كله. ليه؟ لأن البحرين موجود معانا الملك سمو الملك حمد بن عيسى موجود معانا على طول في احتفالاتنا، وموجود معانا بأزيرنا، وطبعا من 30 يونيو حتى هذه اللحظه. علاقات مصريه الحقيقه متميزه، اذا تحدثنا عنها الحقيقه يطول الحوار. خلينا ننتقل مع حضرتك استاذ بلال والساده المشاهدين من العلاقات المصريه العربيه المتميزه الى الشان الداخلي، والحقيقه هناك اهتمام كبير جدا من قبل الدوله المصريه بتوطين الصناعه المصريه وخاصه صناعه الدواء، حيث عقد امس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعه موقف توطين الصناعات الطبيه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع جاء بهدف متابعة خطوات توطين الصناعات الطبية في مصر في ضوء التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات بوجه عام، وخاصة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. ووجه رئيس الوزراء بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات سواء الأراضي أو الرخص أو غيرها، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، خاصة أن مصر سوق كبيرة ولديها احتياجات واسعة، كما أن التصنيع في مصر سيمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من الدول. أستاذ بلال، ونحن نتحدث عن توطين الصناعة،
هنا في أكثر من شق في هذا الخبر. أولا توطين الصناعة بشكل عام، وده شفناه من خلال مبادرة ابدأ بمحاورها الثلاثة والعديد من الحزم التحفيزية للاستثمار وتشجيع الاستثمار، سواء بإطلاق الرخصة الذهبية أو من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج من بعض القطاعات، أو من خلال توطين صناعة الدواء نفسها، لأن مصر رائدة الحقيقة في صناعة الدواء في مصر في الشرق الأوسط. والحقيقة أن الدواء المصري يعني ليه باع طويل وليه سمعة طيبة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، ورغم ذلك يعني هناك دول بدأت بعدنا في صناعة الدواء ولكن هي الآن متقدمة جدا. وهو ده اللي هنعرفه من حضرتك، ما ينقصنا حتى نكون على الوتيرة والطريق الصحيح لصناعة الدواء، خاصة احنا لدينا مدينة الخانكة في الأليوبية يعني مقر لمدينة الدواء، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تسرع من هذا الأمر. بص يا أستاذة، احنا كنا زمان بنكتب بنقول متى يصل الدعم لمستحقيه، ده كان طلب. كنا بنقول ايه؟ لحد امتى الدولة المصرية هتسيب صناعة الجلوب كده؟ لحد امتى هتسيب صناعة الأدوية كده؟ لحد امتى هتسيب الدولة صناعة الأساس كده؟ يعني مفيش لا ضابط ولا رابط ولا قوانين ولا اهتمام بأهل الصناعة ولا اهتمام بتطوير هذه الصناعة. كنا بنقول اكتفاء ذاتي من القمح، وكنا بنقول مطالب كتير قوي كنا بنطلبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خاض في جميع المجالات، لم يترك مجال الا وخاض فيه ووضع له خطه للتنفيذ ونفذها، وشفناها قدامنا على ارض الواقع. من هذه الخطط ما يتعلق بالدواء، الدوله المصريه الاول عملت ايه؟ قالت ان احنا لابد ان يكون لدينا مدينه للدواء، ومدينه للجلود، ومدينه للاساس، ومجمعات صناعيه، وحلول مباشره، وجذريه كمان، وجذريه تحتيه ده مش كده بس، ده نقل النو هاو، توطين المعرفه بالظبط. ما حدث في الثلاث محطات كهرباء اللي شركه سيمنز عملتهم، مش انشاء محطات وخلاص، لا ده بينقلوا الفكره ذات نفسها والنو هاو، وبيتم تدريب عددا من المهندسين المصريين معاهم عشان ينقلوا لنا الخبره. حتى الكلام ده تم في الهيئه العربيه للتصنيع، مش كده بس، ده الهيئه العربيه للتصنيع كمان اديني النو هاو عشان اقدر يوطن الصناعه عندنا. ما يتعلق بصناعه الدواء، ده صناعه الدواء دي امن قومي للشعب المصري، امن قومي للشعب المصري. الدوله المصريه الاول كانت فيها ازمه في كل حاجه، يعني لبن الاطفال كان بيعمل ازمه، كل ده كان سابقة ازمه، اي حاجه بسيطه كانت بتعمل ازمه. ليه؟ لان انت ما عندكش قاعده، لان انت ما عندكش خطه، ما عندكش رؤيه، ولا عايز تنفذها، ولا عندك الفلوس، وقبل ده كله ما عندكش الإرادة أصلا، يعني ما كانش عندك إرادة أن أنت تنفذ ده كله. وبالتالي الدولة المصرية أصبحت الآن عشان تهتم بالمواطن المصري، لأن احنا كنا بنقول بقى إيه، لكن أنتوا بتهتموا بالحجر وسايبين البشر. طب احنا عملنا المشروعات كلها، عملنا كل المشروعات، كل المشروعات اتعملت، مشروعات عملاقة في كل حتة، في كل المحافظات في مصر كلها شهدتها. طيب اهتمام بالبشر، اهتمام بالبشر أن أنا أوفر له العلاج، أوفر له العلاج، أوفر له تعليم، اوفر له صحه، اوفر له علاج. وعشان اوفر له علاج لازم يكون عندي توطين للصناعه العلاج. وبالتالي مش رئيس الوزراء بس اللي بيهتم، ده هو طبقا لتعليمات رئيس الجمهوريه. صحيح. وبالتالي ده افتتح الرئيس السيسي بعض المشروعات هناك، وبالتالي احنا بنقول ان الدوله المصريه تسير في الاتجاه الصحيح، وعشان كده لم تترك مجال الا وخاضت فيه. الاهتمام بصناعه الدواء يخص مش بس محدود الدخل او بس الناس الغلابه او كده، لا ده يهتم بصحه الانسان المصري، وصحه الانسان المصري من اهم اهتمامات الامن القومي المصري اللي بيهتم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهاخد من كلام حضرتك يا استاذ بلال، تحدثت في قضيه الامن الغذائي وهو ده محور حديثنا في الخبر التالي، في ايضا اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي بالامس. لسه مع اخبار رئاسه الوزراء، حيث بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس بمقر الحكومه بالعاصمه الاداريه الجديده سبل التعاون مع وفد شركات ايطاليه لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الامن الغذائي، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر التنمية المستدامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد قوة العلاقات المصرية الإيطالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن الاجتماع اليوم وذا أهمية كبيرة لأنه يختص بمجال الأمن الغذائي، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين في مجالات استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل والتصنيع الزراعي، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لاستصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي سواء أفقيا أو رأسيا على مستوى الجمهورية.
أستاذ بلال، الأمن الغذائي هو كلمة السر الآن في العالم أجمع، ليس فقط في مصر. وهنا في شقين أيضا في هذا الخبر، العلاقات المصرية الإيطالية، ونحن نعلم جيدا أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، وهناك علاقات ممتدة على مر التاريخ. والجزء الثاني فيما يخص بالتوسع الأفقي والرأسي، وإحنا الحقيقة عندنا العديد من المشروعات، أولها مثلا مشروع مستقبل مصر، يعني بنتحدث عن 2,200,000 فدان، وفي خطة عموما لاستصلاح 4 ملايين وزيادة 4 ملايين أفدنا ل يعني الرقعة الزراعية في مصر. وعندنا طبعا تنمية الريف المصري وتنمية جنوب الوادي والعديد، حتى في شمال ووسط سيناء أيضا بنتحدث عن 456,000 فدان. في ظل هذه الأرقام أستاذ بلال، كيف ترى إجراءات الدولة المصرية تحقيق الأمن الغذائي في ظل عالم يعاني من هذه القضية؟ يمكن موضوع استصلاح الأراضي والأمن الغذائي من أهم المشروعات اللي مصر بتنفذها. الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن فاجئني أنا شخصيا وفاجئ الشعب المصري كله لما معالي وزير الزراعة كان بيشرح وجهة نظره فيما تم إنجازه خلال الفترة. الرئيس السيسي استوقف الوزير وقال له، أنا كنت طبعا حاضر، وقال له لماذا لم تكشف عن جهود الدولة في استصلاح 450,000 فدان في سيناء. انا ما بتكلمش بقى على ايه، على مشروع مستقبل مصر، صحيح، ولا بتكلم على الدلتا الجديده، ولا بتكلم على اللي حصل في توشكا، ولا بتكلم على الوادي الجديد، لا انا بتكلم على سيناء تحديدا. حتى سيناء اصبح لدينا فيها استصلاح اراضي. الدوله المصريه انجزت اكتر من عدد ضعف عدد الارض الزراعيه اللي كانت موجوده. ليه؟ لان في فتره 2011 2012 2013 فقدت الدولة المصرية أكثر من 2 مليون فدان من أخصب الأراضي الزراعية في مصر، تعديات على الأرض الزراعية، صحيح. وبالتالي كان الدولة المصرية لازم تبحث عن حل من أجل أن تسرع الخطى، مش لعودة 2 مليون تاني لإصلاح 2 مليون تاني بدل اللي ضاعوا، لا ده زيادة أكتر. ليه؟ لأن عندنا زيادة سكانية مطاردة تقضي على الأخضر واليابس. لو أنت رغم أن ده كان مكلف جدا، استصلاح الأراضي اللي في الصحراء وهذه المناطق مكلف جدا بالنسبة للدولة يعني، لكن يبدو أن الدولة المصرية لديها الدراسات عن كل المناطق، بدليل أن احنا عندنا في البحيرة مستقبل مصر، ده حقيقي هو فعلا مستقبل مصر، محور الضبعة يعني، ده كل ده تخيل حضرتك، أكتر من 2 مليون فدان. يعني احنا كنا بنقول إيه، يمكن أحد الصحفيين كان بيكلمني اصل احنا غلبنا بصراحه غلبنا، واحد يقول انا يكفي الرئيس السيسي انه خلصنا من الاخوان ومش عايز حاجه تاني، هو يعني بعض الناس الزملاء يعني. واحد تاني يقول لك لا 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 لا، قضاء على العشوائيات، قضاء على العشوائيات، ده انا كنت بكتب على العشوائيات 1122 منطقه عشوائيه في مصر. واحد تاني يقول لك، بقول لكم ايه، لا لا حياه كريمه، هو ده مش عايز منه حاجه تانية. واحد تالت بقى يعني شويه كده يعني فزلوك بقى وفلسف يعني، يقول لك لا 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 السياسه الخارجيه المصريه هو بس الرئيس السيسي وضع قواعد للتداول، صحيح. طيب احنا بقى يعني احنا هنجيب السيسي عشان دي وعشان دي وعشان دي؟ لا، واحد صاحبنا من كبار الصحفيين قال لي يكفي الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اقدم على زياده فدان واحد ارض زراعيه، لان احنا بنفقد كتير. قلت له مش فدان بس، قال لي ده 2 مليون فدان، ثلاثه داخلين في كل ده وتوفير الميزانيه. وانا اتذكر في حكايه وطن يعني استاذ بلال، بذكر حضرتك لهذا الامر، دكتور مصطفى مدبولي تحدث بصفته مهندس وقال ان شق الترع والقنوات في هذا المشروع كان ضد الجاذبيه، فكان الموضوع صعب جدا يعني، وهو 5 أضعاف مشروع السد العالي يعني. احنا بنقول الدوله المصريه لديها الاراده، الاراده تنبع من القائد، الاراده تنبع من القائد. نحن نقول ونؤكد على حقائق، لا نتودد ولا نتقرب، ولكن نقول الحقيقة كاملة. هناك إرادة سياسية لدى قيادة الدولة المصرية من أجل الإصلاح، إصلاح كل شيء في كل المجالات بسرعة رهيبة جدا، من أجل أن يكون الشعب المصري في حالة من الرضا. وموضوع الرضا ده هنجيله في الخبر اللي جاي. أكيد أكيد، يعني الحقيقة أن احنا لدينا العديد من الأخبار. خلينا ننتقل مع حضرتك يعني قبل أن نتحدث عن الانتخابات، خصوصا طبعا أن احنا كان عندنا يعني استحقاق انتخابي هو الأهم، هو الاستحقاق الرئاسي. والحقيقة يعني أستاذ بلال، واحنا نتحدث عن هذا الأمر، يمكن النهاردة هيكون في فترة البت في الطاعون المقدمة إن وجدت يعني الهيئة الوطنية للانتخابات. كيف تابعت المشهد الانتخابي أستاذ بلال، خاصة وإن في كان في مشاركة فاقت
كل التوقعات، وحضرتك كنت يعني مرافق لأحد المراقبين في العديد من الأماكن المقطم ومدارس السعدية والعديد والمانيال فملاحظات حضرتك وأهم ما توقفت عنده أستاذ بلال. احنا قلنا عشان ما ننساش الجملة، احنا قلنا أن الشعب المصري لدي حالة من الرضا على ما تم تحقيقه وإنجازه على أرض الواقع. حالة الرضا دي عكست الكثافة أمام اللجان والتصميم على أن رئيس الجمهورية القادم يأتي بإرادة شعبية خالصة بكل حرية، اختيار من بين أكثر من مرشح، 4 مرشحين، في ظل إشراف قضائي كامل على كل صندوق، وبالتالي الشعب راضي، خرج ليعطي صوته في ظل حوار وطني لمدة عام أنتج توصيات تم تنفيذها في الحال، وبعض التوصيات الأخرى أعلن رئيس الجمهورية أنه طبقا للقانون سيتم إحالتها لمجلس النواب من أجل تشريعها والبت فيه. إذن قلنا في رضا، الشعب شايف إنجازات، الشعب شايف تحديات أيضا، وتحديات خطيرة جدا، ده ملف تاني خالص بقى. الأربع جهات الحدود كلها ملتهبة، وبالتالي الدولة المصرية شافت أن وجهة النظر المصرية عاقلة، وده نجاح كبير للدولة المصرية أنها تقيم انتخابات بهذا الشكل المشرف في ظل حدود ملتهبة من كل الاتجاهات. احنا كنا بنقول كل وسائل الإعلام الأجنبية، يعني نيويورك تايمز مفرغة نفسها وصفحاتها ومواقعها على السؤال الصعب، هل تستطيع مصر إجراء انتخابات رئاسية في ظل التحديات التي تواجهها خاصة الحدود الشرقية؟ ده السؤال اللي كان في نيويورك تايمز. يعني توماس فريدمان ده مش بيلعب يعني متخصص في الشرق الأوسط وبيتكلم في تحليل، بيقول لك هل مصر، السؤال مش مصر قدرت، لا، هل مصر هتقدر تتم الانتخابات دي؟ خلاص احنا تم الانتخابات والشعب خرج، شفنا مشاهد غير طبيعية، شفنا إعلام مصر، شفنا يعني بنسميها في العلوم السياسية قوة الجبهة الداخلية للشعب المصري. الدولة اصطفاف كامل أستاذ بلال، احنا بنسميها اصطفاف وبنسميها رص الصفوف، كله كده رص الصفوف من أجل أن يواجه التحديات. ليه؟ لأن التحدي الداخلي أهم من الخارجي. صحيح. طول ما الدولة المصرية متماسكة هتكون عامل مساعد كبير جدا أن أنت تواجه. طب احنا عملنا إيه؟ احنا عملنا كل خير. احنا قلنا يا شعب ليبي يا محترم، يلي عندك أزمة وعنزين، يتم لم شمل الفرقاء الليبيين، قدمنا المساعدات في دارنا، بنقول لابد أن يكون تقرير مصير ليبيا في يد الشعب الليبي. صحيح. نرفض أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا، نرفض تقسيم ليبيا، نرفض أي عامل من عوامل تقسيم الجيش الليبي. مش هو ده الكلام العاقل؟ صحيح، مصر بتقول كده، عشان كده الشعب شايف. ومش بس في ليبيا، احنا كمان عندنا في السودان وعندنا في فلسطين، وهو ده الحقيقه محور حديثنا في الخبر الاخير معانا النهارده استاذ بلال، خاصه وان مصر سياستها مع جميع دول الجوار لا تتجزأ، مصر مع اراده الشعوب العربيه ايا ما كانت ما تريده. نروح للشان الفلسطيني، حيث قال متحدث الرئاسه الفلسطينيه في تصريحات اعلاميه له امس ان الموقف الامريكي واضح بدعمه لاسرائيل، وهناك جهود عربية فلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي، وأضاف متفقون مع مصر ونثمن موقفها وموقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، ونحن لن نتخلى عن غزة أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية. وتابع أنه ليس لدينا ثقة بإسرائيل أو بتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الدعم الكامل لجيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية غير معنية بوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة. أستاذ بلال، إحنا بنختم بما بدأت به حضرتك، بنجاح الدولة المصرية في أنها تفرض إرادتها ورأيها على جموع شعوب العالم وقادة الغرب وقادة الدول الحقيقة اللي كانت متذبذبة نوعا ما، وطبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرت حضرتك في الخبر الأول. أستاذ بلال، ونحن في اليوم 70 تقريبا للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كيف ترى الموقف الآن على الأرض والجهود المصرية الحثيثة التي لا زالت تبذل في هذا الوقت لوقف العدوان؟ واحد، الدولة المصرية قدمت 70% من حجم المساعدات التي تم تقديمها إلى الأشقاء في فلسطين. 2، الدولة المصرية في 18 خطاب رسمي من رئيس السيسي، وزير خارجية، وزير دفاع، رئيس الوزراء، سواء في الأمم المتحدة، موقف مصر ثابت، لم يهتز ولم يتحرك قيد أنمل، إن احنا بنقول إن لن نسمح، بنطالب بوقف التعديات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة. يمكن آخر بيان وصفنا العتاد إن هي غاشمة، ونطالب بالوقف الفوري. مصر
عملت على نشر وجهة نظرها في العالم. يمكن وجهة نظرنا اللي احنا قلناها في الأمم المتحدة كان لها رد فعل كبير جدا. مصر يكفي ان مصر الدولة الوحيدة التي قالت لجميع، يعني الرئيس السيسي مثلا تلقى تليفون من بايدن الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي بايدن أكد على حل الدولتين وأكد على رفض التهجير. بلينكن لما جه وقابل الرئيس السيسي برضه أكد على حل الدولتين وأكد على رفض التهجير. كمالا هاريس أكد على رفض التهجير وحل الدولتين. ده لأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المحافل الدولية وكل اللقاءات الثنائية يؤكد لا تهجير ولا توطين ولا تصفية للقضية الفلسطينية. بالظبط. فإحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول إيه؟ إحنا طيب وزير خارجية، وزير خارجية الإسرائيلي الأمريكي، نائب الرئيس الأمريكي، الرئيس الأمريكي بيطالبوا بحل الدولتين وبيطالبوا برفض التهجير. طيب طب ما تورونا بقى على ارض الواقع. انتوا دلوقتي بتقولوا ان نتنياهو، حتى جاك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي موجود امبارح في اسرائيل وقابل نتنياهو. حتى وزير الدفاع الاسرائيلي الامريكي اوستن كان موجود برضه راح هناك. فاحنا فانت دلوقتي يعني هل نحن، ده السؤال بقى، هل نحن امام صورتين للولايات المتحده الامريكيه؟ صوره دبلوماسيه وصوره تدعم الاسرائيل على ارض الواقع. احنا امام صورتين دلوقتي. وبالتالي احنا بنقول ان مصر وجهة نظرها لابد من وقف الاعتداءات الإسرائيلية، لابد من التهدئة. الحاجة المهمة اللي مصر بتعمل عليها أن من يحكم غزة هم أهل غزة، من يحكم فلسطين هم أهل فلسطين. وحضراتكم بتتكلموا عن مستقبل فلسطين، وكل الصحف العالمية كل الصحف العالمية حتى الفورن بوليسي أنا أنطقها باسم الخارجية الأمريكية، حتى الجاردين كله بيتكلم في مستقبل غزة ولا يتحدث عن وقف العنف، لا يتحدث عن قتل الأطفال. 18700 شهيد ومصابين أعداد كبيرة جدا. والإحصائية اللي امبارح بتقول إن 7500 تحت الأنقاض صحيح متوفين. احنا بنقول ان بنيه تحتيه مدمره، المستشفيات خرجت من الخدمه تماما، يعني اوضاع ماساويه وكارثيه. احنا بنقول ان الوضع الاسرائيلي، الوضع الاسرائيلي مزري. الوضع الاسرائيلي هناك اختلافات كبيره جدا، الوضع الاسرائيلي خلافات سياسيه، الاقتصاد الاسرائيلي ينزف، في خلافات بين الحكومه، في متطرفين. ومش انا اللي بقول ده، بايدن اللي قال على نتنياهو ان يتخلى على بعض وزراء المتطرفين. صحيح. منهم سموتش وزير الماليه وبن غفير وزير الامن، حتى وزير الشؤون الاستراتيجيه اللي كان بيتكلم على التهجير طوعي للفلسطينيين. احنا بنقول ان كل الكلام ده يعني مش هيحصل ومش هيتم، لان هناك الميدان هو اللي هيكون لي الكلمه الاولى والاخيره. ومصر هي التي تقوم بمساعدات غير طبيعيه وجهود غير طبيعيه من اجل وقف العنف ووقف الاعتداءات الاسرائيليه الغاشم. مصر لن ولم تخضع لأي من آراء دول العالم، ولكن مصر تفرض إرادتها على دول العالم، وهذا يبدو جليا في الأزمة الأخيرة في قطاع غزة. بشكر حضرتك جزيل الشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ بلال الدوي على كل هذه المعلومات والقراءة التحليلية اللي كانت مميزة بوجود حضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة الجمعة 15 ديسمبر، ولكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا. وبعد الفاصل الحديث يطول مع فضيلة الشيخ محمد عيد كلالي أحد علماء وزارة الأوقاف حول كيفية يعني الحقيقة حماية أبنائنا والنشأ بشكل عام من الأفكار المتطرفة والهدامة التي تواجه مجتمعنا اليوم.